Hi, welcome back to my channel. In today's video you will see how we can express cause. كيف نعبر عن السبب؟ كيف نستعمله؟ من بغو نعبرو عن السبب باللغة الإنجليزية؟ شو نستعمله؟ عنا list of link words. يعني شو عنا عن link words اللي هما الروابط. وهذا الروابط كيفاش نستعملوهم؟ شوفوا سهلين. ما خصكمش الآن تكسروا لسانكم بالتنسز. سما to express a cause يعني مشي أوبليجي تستعمل تنس معين مع تنس معين. لا. تنسز الأزمنة ما مش متعوكش مطالبين بيهم في هذا الدرس. تعرفوهم بزاف. الآن فقط تعرفوا المورفولوجي تاع هذيك الكلمة. طيب نبدأ. To express a cause شو عنا؟ كحكامل كامل عنا three ways. هذو three ways زوج يشبهوا لزوج، يعني واحدة تشبهها يعني زوج تقريبا كيف كيف، واحدة مختلفة. نبدأ الآن المجموعة الأولى من link words. شو عندنا في المجموعة الأولى تاع الروابط؟ we have because, since, as. صح، هذه because معناهم قاع تقريبا بسببي، يعني التركيبة تاعهم الوظيفة تاعهم في ذيك الجملة، المعنى اللي أدوا في ذي الجملة معناها بسبب. صح، I can't travel because I don't have Schengen visa. يعني أنا لا أستطيع السفر أن أسافر. لماذا؟ بسبب أنني لا أملك Schengen visa. Okay, travel to Europe for example. ثم عندي أنا هنا الجملة. I can't travel to Europe because I don't have a Schengen visa. يعني أنا ما نقدرش نسافر لأوروبا. لانه بسبب انني I don't have visa Schengen or Schengen visa، يعني ما عنديش انا فيزا تاع شنغن. صح صح. So نفس الشيء I can't travel to Europe since I don't have Schengen visa. I can't travel to Europe as I don't have a Schengen visa. يعني انا ما نقدرش نسافر لاوروبا لانه ما عنديش شنغن فيزا. اوكي سو كي نبغي نعبر هنا كنت تشوفوا مورا بيكوز مورا سينس مورا از، هذو يستعملوا كيف كيف، نفس المعنى يادوه، نفس الغرض يادوه، ويستعملوا كيف كيف، يعني الطريقه اللي يستعملوا بها كيف كيف. موراهم شراكين. اي هي شيء هي سبجكت. الفيرب وين راه؟ دون هاف هو الفيرب، ان شنغن فيزا هو كومبليمنت ولا الاوبجكت. اوكي صح، كم تشوفوا هذه كي يسموها كي يكون عندي subject و verb و rest تاع sentence، يعني بقية تاع الجملة. غير تسيبوا subject معها الverb وكاين rest ولا مرات يكون كاين مرات ما يكونش كاين، غير تشوفوها تعرفوا بلي اسمها close. You know close؟ close معناها جملة صغيرة، مقطع تاع جملة صغير. هذا المقطع تاع جملة صغير هو close، يعني subject verb rest تاع sentence، يعني بقية تاع الجملة إذا عندنا. صح؟ سو الآن نروحوا شوفوا number two، يعني قاعدة number two اللي هي because since as. هذه الطريقة نستعمل كيما هاك وسهلة وتعرفوها، تعرفوا because كاع، دونك ضموا لهم since و as بهذا المعنى. نروحوا الآن number two، ما عندناش because و since، أنا نزيد واحد الحاجة، عندنا because of وعندنا due to وعندنا owing to. هذو كتبوهم هكا باش تدولو باش تعقلو عليهم مليح مليح. انا because of due to or into، قولوا لي هذو ما معناهم؟ معناهم بسببي بفضلي، معناهم هذو زوج بسببي، او into معناها بفضلي. because of due to or into قلنا معناهم بسببي او بفضلي، بصح الفرق بين بسببي هذه وبسبب هذه، هذه because وحدها بلا of تستعمل مع close، بصح هذه غادي نشوفوا مع من تستعمل كي نزيدوا لها اوف ولا كي تدخل معاهم تولي ديو تو ولا او انتو مع من يستعملوا. So I miss the train because of road traffic. اوكي because of، يعني انا ضيعت التران، راح التران عليا علاه؟ باسكو يعني سيركيلاسيون اللي كانت في الطريق. Number 2 I got promotion owing to hard work. I got a promotion owing to hard work. يعني انا تحصلت على ترقيه بفضلي او بسببي العمل الشاق او العمل الجاد، ولا يعني خدمت غايه، خدمت مليح، العمل الجيد. يعني so because of or into due to، هذو because of due to معناهم سلبي شويه بسببي، يعني نقدر نستعملوا الحاجه الايجابيه والسلبيه مع بعض. بصح or into تبغي تقولي بفضلي كذا،
قدروا نستعملوها بسبب ايضا، ولكن من بغون نعبروا على بفضلي يعني احسن من بسببي، بفضلي كذا، owing to hard work يعني حصلت على ترقية بفضلي كذا، اسمه بفضلي hard work. ان شاء الله تكونوا فهمتوها. So before or after, sorry, after, because of, due to, owing to. شعلنا عن road traffic. Okay, هذه road traffic هي noun phrase. Noun phrase. Hard work. Hard work هي أيضا noun phrase. Noun phrase شنو معناها؟ معناها جملة اسمية. كيسموها هذه الجملة الاسمية؟ فيها noun وحده alone، يعني يجي noun وحده alone، noun وحده، ولا يجي فيها noun alone، ولا يجي فيها adjective plus a noun، يعني كيما هنا معنا adjective plus noun، ولا يجي فيها gerund functioning as a noun، يعني فيها gerund functioning as a noun. شاء الله تكونوا فهمتوها. So voilà, donc to express a cause عندنا القطع الاول group of word group one because since as plus a clause، هذه هي القاعده تقول هكا. Number two because of due to owing to plus what plus a noun phrase، ها هي الجمله الاسميه. شاء الله تكونوا فهمتوها. Voilà, donc هذه هي expressing a cause، هما زوج. ثالثة ولا اللينك ورد الروابط تاع الجروب نمبر 3 هما خدمتهم كيما خدمت because و since و as، بصح هما هادو زدنا لهم واحد الحاجة، واحد العبارة هكا زدنا لصقنا فيه لصقناها لهم ايوا باش يوليو يخدموا هكا، باسكو هذه because of كنت تخليها بحدها لازم تستعمل معنا noun phrase كيفها كيف due to or into، بصح كي نزيدو لها the fact that، صح كي نزيد انا the fact that تولي تخدم الخدمة، تولي مع because مع since و as نفس الخدمة، يعني تستعمل مع clause اللي هي subject verb and so on. غادي نوريكم الآن group number 3 في مثال. Expressing cause and reason because of the fact that owing to the fact that due to the fact that. كم تشوفوا هذوك نفسهم تاع group number 2 تتهم لكم ومن بعد زدنا لهم the fact that the fact that the fact that، يعني بسبب حقيقة أنه، بفضل حقيقة أنه، هذه حقيقة أنه the fact that. فوالا كي نزيدوها هكا كي تولي تخدم، تولي خدمه كيما جروب نمبر 1 مع بيكوز وسينس واز، يعني مع من؟ مع كلوز. اسمع هنا بيكوز اوينت بيكوز اوف ديو تو اوينت تو مع نون فريز، زيدوا لهم ذو صاي يولوا مع كلوز، يعني يستعمل موراهم كلوز. انا نعطيكم مثال اكثر. هذا جروب نمبر 3 I get promotion because of the fact that or due to the fact that or owing to the fact that I worked hard، يعني انا حصلت على ترقيه. خليت لكم نفس ليكزامبل تاع جروب نمبر 2 مع because of due to، خليت لكم نفس ليكزامبل. واش درت لكم؟ I got a promotion because of the fact that، يعني حصلت على ترقيه بسبب حقيقه انه ماذا؟ انا عملت بجد. نفس الشيء due to the fact that، نفس الشيء بسبب حقيقه انه، ولا owing to the fact that أو into حقيقة أو into the fact that، يعني بسبب حقيقة أنه جاء لازم وراهم لازم تكون close. شو هذا close؟ ها هو subject and then verb and then the rest of a sentence، صح؟ سمعكم تشوفوا في الجروب نمبر 2 تتكم because of ولا due to the أو into ولا أو into hard work، صحيح؟ هذه هي noun phrase hard work، يعني كاين adjective plus noun هي جملة اسمية، بصح غير نزيد لها the fact that خاصني ندخل subject والverb هنا اللي هما I worked hard، يعني subject هنا. Okay, is it clear this one? So to express a cause we have three ways. عندنا the first one اللي هي because since as مع من مع clause اللي هي subject plus a verb، وعندنا number two اللي هما owing to because of owing to due to مع noun phrase، وعندنا number 3 مع من؟ عندنا because of the fact that owing to the fact that due to owing the fact due to the fact that زدنا لهم هذه the fact that plus what plus a noun phrase، يعني يعاودوا يرجعوا مع الجروب الاول اللي يستعمل مع clause اللي هو subject plus the verb and so on. ان شاء الله تكونوا فهمتوها. Thank you very much for watching. هذا هو الدرس تاع كوز كامل، لخصته لكم
ولا لما فهمتوش كاش حاجه عاودوا الفيديو غير هكا بشويه بشويه حتى تفهموا. ماهوش صعيب، ما عنده حتى علاقه لا بالازمنه لا والو، فقط تشوفوا عفوا تشوفوا is it close is it a noun phrase، يعني شيء تستعمل مع close شيء تستعمل مع noun phrase. اذا بغيتوا تمارين اكثر والحلول نتاعهم معهم على الانستغرام، راني حاطه بزاف تمارين وامثله ملخص تاع كوز راه ايضا على الانستغرام، انشر على الانستغرام والفيسبوك، خلي لكم الروابط تاعهم في صندوق الوصف لتحت الفيديو، تشوفوا فيهم التمارين اكثر وحلولهم الى اخره. Thank you very much for watching me. See you on my next video.